ناس خلال الفترة الأيام الماضية كانوا بيتكلموا إن عواد ما كانش موجود فترة الإعداد في كام يوم، وبعد كده ما سافرش مع الفريق. ناس كانت بتتكلم عواد، كان طبعا فكرة التجديد وعدم التجديد، ناس بتتكلم إن عواد مش مصاب. عايزين نعرف بالظبط أسباب غيابك كان إيه. الإصابة دي جات لي في السعودية، يعني أول تمرينة في السعودية خلال البطولة العربية. جات لي رشح في الركبة، واتكلمت مع الدكتور، حتى كان يعني حصل موقف في البطولة في ماتش الشباب. كان مستر أسامة كان عايز يبدأ بماتش الشباب، وعمل اجتماع مع الجهاز الفني ومع الدكتور أسامة، إن أنا يعني هو كان حاطط تشكيله قبل الماتش بيوم، وبيعرفني يعني إن أنا موجودة، لكن الدكتور بلغ إن أنا عندي رشح وعايز يعني إيه يريحني من التمرين اللي هي كانت قبل الماتش. يعني انت كده كده كنت مصاب اصلا من البطوله العربيه. أول يوم في البطولة رحنا البطولة اتمرنا هناك، جالي رشح، فقلت طيب يعني عادي، يعني أول مرة تحصل لي إن يجيلي رشح يعني، فقلت التمرينة التانية ممكن يروح، لقيت الرشح بيزيد، فالدكتور بلغته قبل التمرينة الأساسية بتاعت ماتش الشباب. فالدكتور بلغ الجهاز الفني، ولقيته عامل اجتماع وبيقول لي ان انت بكره بادئ معانا الماتش، والدكتور بيبلغه يعني ان انت عندك مشكله في الركبه، رشح وكده. فقلت له لو الدكتور من الناحيه الطبيه شايف ان انا ممكن العب المباراه، ممكن العب واخد حوالي ما فيش مشكله، ولو انت محتاجني يعني. وهو فضل ان انا اريح في ماتش الشباب، والاصابه استمرت لحد بدايه فتره الاعداد. ريحت تقريبا 25 يوم، فالرشح ده بدأ يقل، مع أول تمرينة بدأ يرجع تاني بس بنسبة قليلة، فالدكتور فضل إن أنا أريح لحد لما يعني الرشح ده ينتهي بشكل كبير. طب هي المفروض قدام قد ايه الاصابه دي لحد ما تبقى جاهز ان انت العوده للتدريبات؟ يعني شغال على برنامج الدكتور أسامة حطولي، فإن شاء الله يعني قريب جدا إنه موجود في الملعب بإذن الله.